أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. القرآن أثبت وجود الأولياء، والحديث القدسي والحديث النبوي والإجماع على ذلك. والولي هو الإنسان المسلم المستقيم في شريعة الله باطنا وظاهرا. الولي هو المسلم الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من نوافل الطاعات، هذا يقال له ولي. وإن كان هو لا يعتقد في نفسه الولاية، إن كان هو يرى نفسه أو يظن في نفسه أنه من عامة المسلمين، وهذا حال أكثر الأولياء، أنهم لا يظنون في أنفسهم الولاية. من عظيم تواضعهم ومن شدة خوفهم من الله يقول هذا الولي: أنا من العوام، من عوام المسلمين. لا يعتقد نفسه وليا، فإذا ظهرت عليه العجائب والكرامات والغرائب والخوارق يقول: هذا ببركتي وسر شيخي. لا يعتقد أن ذلك كرامة له، هذا من تواضعهم. والولي لا يشترط أن تظهر له كرامات عيانا لكل الناس، إنما بعض الأولياء عند الموت يعرف نفسه أنه كان وليا. أما في الحياة العادية قبل أن يموت كان يظن في نفسه أنه من عوام المسلمين، فعند الموت يعرف، لأن الملك، يعني ملك الموت، يقول له: أبشر برحمة الله ورضوانه يا ولي الله. أو عند الدخول عليه يسلم عليه بالولاية، يقول له: السلام عليك يا ولي الله. عند ذلك يعرف نفسه، أما قبل ذلك كان يظن في نفسه أنه من عامة المسلمين. الله ماذا قال في القرآن؟ اسمعوا هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا دليل أن الأولياء الأتقياء الصلحاء عند الاحتضار يرون الملائكة، ملائكة الرحمة يدخلون عليهم، يسلمون عليهم، يبشرونهم. أحيانا يقعد حوله 500 ملك من ملائكة الرحمة، وجوههم كالشموس، وجوههم كالأقمار، يخرج منها النور. إذا رآهم امتلأ فرحا، إذا رآهم امتلأ سرورا، وهذا يزيده أنسا عند الموت، يزيده أنسا، يزيده فرحا، لأن الملائكة تبشره. أعيد لكم الآية، اسمعوا: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هنا نزول الملائكة ليس كنزول الملك بالوحي على الأنبياء، لا، الأولياء ليسوا أنبياء، الأولياء ليسوا أنبياء، إنما الأولياء لهم بشائر،
من هذه البشائر ما ورد في هذه الآية. إذن من هو الولي؟ هو المسلم، هذا الشرط الأول. إن الذين قالوا ربنا الله، يعني مع الاعتقاد، مع الإيمان الجازم، مع ما يتبع الإيمان بالله، هذا معناه أن يكون مؤمنا، هذا الشرط الأول. لأن الإسلام، لأن الإيمان شرط أساس لقبول الأعمال الصالحة، شرط أساس ليكون الإنسان عند الله مقبولا. الإسلام، الإيمان، الاعتقاد الصحيح، التنزيه، التوحيد، تجنب الكفريات، الاعتقاد الذي هو عقيدة كل الأنبياء، اعتقاد كل المرسلين والصحابة والآل، هذه العقيدة هي عقيدة واحدة، أن الله موجود بلا بداية، باق بلا نهاية، لا يفنى ولا يبيد، لا يكون إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه، وأنه عز وجل لا مثيل له ولا شبيه، وأنه لا يسكن السماء ولا العرش ولا الجنة ولا الفضاء، ليس حالا في الكعبة ولا في الأولياء، ليس حالا في الأنبياء ولا في الملائكة، منزه عن الحلول والاتحاد، ليس كمثله شيء، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، ومن وصف الله ومن وصف الله ومن وصف الله هذه عقيدة كل المسلمين، أن الذي يشبه الله بخلقه ليس من المسلمين. الشافعي رضي الله عنه قال: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. قال الشافعي رضي الله عنه، قولوا: قال الشافعي رضي الله عنه، من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ومن اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. إذن المسلم ينزه الله عن كل صفات المخلوقين، من الجلوس والقعود والاستقرار والمحاذاة، من الحجم والجسم، من الحركة والسكون والانتقال، ينزه الله عن كل صفات المخلوقين، ويؤمن بأن هذا الكون وما فيه وما يحصل فيه فهو بخلق الله وبمشيئة الله وبقضاء الله وقدره، وأن ذرة في الكون لا تتحرك إلا بمشيئة الله، وأن الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالإسلام. هذا الأصل. إذن المسلم الذي أدى الواجبات، كيف يعرف ذلك؟ عن طريق العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال: إنما العلم بالتعلم. فبالعلم يعرف ما هي الواجبات، يعرف ما هي الفرائض، فيؤدي هذه الفرائض، يؤدي هذه الواجبات، ويجتنب المحرمات، يجتنب المحرمات. بعد هذا يكثر من نوافل الطاعات. ما معنى النوافل؟ يعني الأمور التي هي مستحبة
فيها ثواب وأجر من غير الفرائض، يعني زيادة على الفرض، يكثر من نوافل الطاعات، من السنن، من النوافل، من غير الفرائض يكثر. هذا هو الولي، من أدى هذه الشروط صار من أولياء الله عز وجل. والولي له بركات وأسرار وأنوار وخيرات وبشائر في الدنيا والآخرة، وفي الآخرة لهم مقام عظيم ودرجة عالية في الجنة. نرجع إلى ما بدأنا به، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس عليهم خوف في المستقبل من العذاب في القبر، ولا في مواقف القيامة، ولا في النار. لا يصيبهم أدنى فزع ولا أدنى عذاب، بل هم آمنون يوم الفزع الأكبر، ولا يحزنون على ما مضى من الدنيا بعد مفارقتهم لها. اللهم ارزقنا الولاية، وارزقنا التقى والنقى، وعافنا واعف عنا، واخدم لنا بخير وبكامل الإيمان. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أخرجنا من الدنيا على الإيمان الكامل. اللهم أصلح قلوبنا، وأصلح أبداننا، وأصلح بالنا، وأصلح أولادنا، وأصلح بيوتنا، وأصلح أحوالنا، وأصلح بلادنا، وأصلح أمتنا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم احقن دماء المسلمين في كل أرض وبلد. اللهم فرج عن المسلمين في كل أرض وبلد. اللهم تب علينا حتى نكمل النقص الذي فينا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك يا الله. اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم سامحنا، اللهم أصلحنا، اللهم أنت ربنا وأنت غني عن تعذيبنا فلا تعذبنا، وأدخلنا الجنة مع الأولين بحق اسمك الكريم العظيم الأعظم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، أعتق رقابنا من النار، أكرمنا برؤية نبيك عليه الصلاة والسلام، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، وارحم شيخنا ومشايخنا. اللهم أعط الحاضرين ها هنا سؤلهم من الخيرات، اللهم اقض لهم الحاجات، اللهم كسر لهم من البركات، اللهم أعطهم سؤلهم في الدارين، واغفر لنا ولهم وللمؤمنين والمؤمنات بسر الفاتحة.